أيضا يسأل فضيلة الشيخ صالح هذا السائل ويقول: الدعاء الوارد التي ينبغي أن يقوله الزائر للمريض، وما هي الكلمات المناسبة التي تقال للمريض؟ نعم، الدعاء الذي ورد أن يقول: لا بأس عليك، ظهور إن شاء الله، أسأل الله أن يشفيك، ويكرر ذلك 7 مرات: أسأل الله أن يشفيك، ويوسع على المريض ويقول له: أنت الآن أحسن، أنت اليوم طيب، ويوسع عليه ويفرحه، ولا يطيل الجلوس عنده، لا يطيل الجلوس عنده فيثقل عليه، إلا إذا كان يرغب ذلك، يرغب في الجلوس عنده. وأيضا لا يزعجه في كثرة الأسئلة، لأن ذلك يشق على المريض.